بروح المدرسة بروح منها وباجي إلى السوق. والله أنا مبطل حد نقعد في البيع بس أبوي عشان قال لي بيشتغلش ولا عيان قال روح بي. نوصل الناس اللي بدوك مع غادي كتيوة ونوصل عشان بدنا نبيعهم غزة 40 شيك 10 شيك 15 أمرأة 10 شيك أمرأة 5 شيك شو اللي جيبه صار للدار نجيب في أكل وجما شغلناش أهل الدار صدق ما بناكلش. من المسؤول عن عمالة الأطفال وما دور وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل في هذه القضية؟ ولماذا لا تفعل القوانين التشريعية الخاصة بهذه الفئة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنجيب عنها في هذه الحلقة. عندما تتجول في شوارع غزة لابد وأن تقع عيناك على أطفال بعمر الزهور يمسكون بأناملهم الصغيرة بعضا من البسكويت والحاجيات، لا ليأكلوها وإنما ليبيعوها من أجل إعالة أسرهم. إذن هي عمالة الأطفال. قد نرى هناك يعني أعداد من الأطفال يعملون، وهذا الطفل هنا أقل من 18 عام حسب قانون العمل على المستوى العالمي، وبالتالي ظهورهم للعمل في توزيع بعض البسكويت أو بعض الشيبس أو غير ذلك هو يأتي في ساعات المساء. العمالة هو يعني نوع من أنواع العمل الشاق اللي الطفل ببذله بكون أكبر من عمره، أكبر من استيعابه، وهذا مستقبلا ممكن يأثر على هذا الطفل أو ممكن يخليه يروح بمنحى سلبي. نقوم باستيعاب هؤلاء من أقل من 18 عام في مراكزنا، مراكز رعاية الشبيبة لتابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لعشرات الأطفال الموجودين في ورش الحدادة وفي أعمال أخرى ربما تكون أعمال شاقة لا تتناسب مع حجم الطفل ولا عقله ولا استيعابه ولا عمره. اللافت في الأمر هنا لمن يعيش بغزة يعلم تمام العلم بأن عدد هؤلاء الأطفال بدأ بالتزايد شيئا فشيئا مع خشيتنا أن تصبح ظاهرة. بعد 10 سنوات أنا ملاحظ أنه في زيادة في عدد الأطفال اللي موجودين بالشوارع، في زيادة في عدد الأطفال اللي بتجوا نحو عمالة الأطفال أو بطريقة أخرى نحو التسول، ولكن بطريقة يعني تحت غطاء عمالة الأطفال. العمالة في قطاع غزة هي موجودة في الحقيقة، ولكنها ليست ظاهرة بالشكل الملحوظ أو من ناحية عددية كبيرة، ولكن هي مشكلة، ومشكلة موجودة وملموسة، وانت بتشوف أنه على مختلف محافظات قطاع غزة في انتشار لعشرات الأطفال. أنا بعتبره جزء من التسول ولكن هو بغطاء عمالة أطفال. بدي أسألكم سؤال، ليش ما طلعتوش كم واحد حامل جوال زي هذا من البنات والأولاد؟ بدل ما طلعتوا على أنه هذا بيشحدوا هم 80 واحد هذول، ليش ما قلتوا كم واحد لابس كم واحد عامل كوكو يعني رايح ورايح على التبع على هذا الحلاق كويس وعامل كوكو وحاطط جل وحاطط، ليش ما تنظروا في هذا الموضوع؟ يعني من وين له هذا الموضوع؟ من وين له الموبايل؟ من وين له انه بحط كرت في جواله؟ من وين له؟ من وين له الاسئله هذه؟ للاسف يا اخ رجائي ما فيش خطه، يعني سواء من جميع الحكومات اللي خلينا نقول على الاقل انا عايشتها ما فيش خطه واضحه تبدا بألف وتنتهي بالياء من اجل احتواء هذه المشكله اللي للاسف الشديد متروكه، وبالتالي انت الان بتصنع مجرم، انت الان بتصنع مجرم. الطفل هذا ربما يستغل في ترويج مخدرات، ربما يستغل هذا الطفل يستغل كاستغلال جنسي، وهذا موجود، بعض الاطفال تم استغلالهم جنسيا من وراء احتياجه للشيكل خلينا احكي. ولكن احنا يعني بنتابع كوزاره شؤون اجتماعيه من هو اقل من 18 عام وتسرب من المدرسه ويقع ضمن خصائص الأسرة التي يعني نعمل معها وهي الأسرة الفقيرة عند مستوى دخل معين، نقوم باستيعاب هؤلاء من أقل من 18 عام في مراكزنا، مراكز رعاية الشبيبة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الكل هنا متفق أنها لم ترق لأن تكون ظاهرة، وهذا ما نتمناه، ولكن لماذا لا نعالج الأمر سريعاً بمعرفة الأسباب والعوامل التي تودي بهؤلاء الأطفال لقارعة الطريق؟ السبب الرئيسي هو الحصار وتدمير كثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية وفقدان كثير من أرباب العمل والعاملين فرص العمل أمامهم، وبالتالي يذهبوا باتجاه الاستعانة بأبنائهم وأطفالهم في هذا الموضوع. شغلة أساسية في مشاكلنا الموجودة الانقسام، يعني للأسف الشديد البطالة ارتفعت والمعابر أغلقت وفيش، كل الأفق مسدودة أمام سكان قطاع غزة. الانقسام حتى شماعة كبيرة 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 كتير بنعلق عليها مشاكلنا، زي الواحد لما بيفشل من الجامعة وبيكون كويس وجدع لكن حط عينه على بعض الشغلات وفي الآخر بيقول لأبوه والله أنا يعني فشلت. احنا زي هيك مش صح ان احنا نقول والله الانقسام كل شيء، انقسام سياسي. لان لما تنعدم فرص العمل وطرق والحصار المفروض، انا باعتقادي الانقسام ركن اساسي. انقسام سياسي له علاقه ببرنامج سياسي، له علاقه بموظفين، له علاقه بابصريش، له علاقه ببرنامج وطني، له علاقه بمنظمه التحرير الفلسطينيه، له علاقه بالانتخابات. ايش دخل المظاهر هذه في الموضوع؟ ومن خلال مقابلتي مع عدد لا باس به من الاطفال، جزء أساسي أو جزء رئيسي في هذه المشكلة أو سبب أساسي هي مشكلة الوضع الاقتصادي. هذا جزء أساسي، بالتالي بتلاقي أنه البيت فيش فيه حد كبير، الأب مريض، الأم مريضة، فبضطر الأب أو الطفل هذا يخرج أنه يعني يقدر يساعد في قوت أهله، أنه لأن في الآخر مطلوب منه يعيش ويأكل ويشرب وعنده أسرة بتكون كبيرة، فبالتالي هذا جزء أساسي. ارتفاع نسبة البطالة، من المعروف والمقدر منه نسبة البطالة وصلت في قطاع غزة لحوالي 40%، وبالتالي هذه نسبة إلى حد ما ترى أنه يعني أسر هذه العائلات التي تقع في هذه النسبة هي التي يمكن أن يقوم أبنائها بالاستعانة بالعمل الذي نراه، يعني هو يعني ليست ظاهرة وهو في الحقيقة أيضا غير قانوني. جزء آخر أو سبب آخر أنه في هناك ضعف تحصيل لدى الأطفال في المدارس، فبالتالي الأب بيستسهل عملية أنه يعني يطلعوا من المدرسة وبالتالي يروح باتجاه منحة آخر أنه هو عملت الأطفال. هناك بعض العائلات ربما تكون عندها عادة بأنها يعني يعمل أبنائها وبناتها معهم، وخاصة موضوع العاملين في مجال الزراعة. هناك بعض الناس من يمتلكون قطع أرض خاصة بهم، دلم دلمين من الأرض، وبالتالي هم أطفالهم وأبنائهم يعملون معهم، وبالتالي أيضا يجبروهم على تسويق هذه المنتجات تبعتهم هم بأنفسهم. بديش أنا أعتبر أنه اللي بيشتغل مع أبوه بيساعد أبوه، هذا جزء من العمالة، هذا جزء من العمالة. إذا في وقت الإجازة وهذا العمل بأخرش على مدرسته مثلا أو على الشيء المطلوبة منه كطفل، هذا أنا وجهة نظري اللي ما أعتبروش عمالة. صور هؤلاء الأطفال والتي تهز المشاعر يبدو أنها لم تؤثر بالمسؤولين هنا في غزة، حتى بتنا نشاهد عائلات بأكملها مع أطفالها تجلس على قارعة الطريق. عائلات كاملة يا أخرجائي الآن، عائلات كاملة بتبقى هي وولادها قاعدين وصفين وبلفوا بيهم، عائلات كاملة بتبقى الست مع أولادها. هذه وين الحكومة عنها؟ وين وزارة الشؤون الاجتماعية؟ وين وزارة العمل؟ الكثير يتعامل مع الصورة، كم من طفل يعني موجودين في ساحة الجندي المجهول أو في أماكن معينة، وكأن مستوى قطاع غزة أصبح كذا. أنا أقول لك من خلال عملنا في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا، مجتمع قطاع غزة بخير. هذه المشكلة خطيرة جدا، عائلات تجلس أمام المحلات كاملة، بتبقى الأم ومعها أولاد، هذا بطق ناقوس الخطر. أن تتواجد أسرة كاملة، نحن يعني شخصنا بأنه أصبح جزء من وسيلة جديدة لمزيد من الاستعطاف، وهذا الشيء. الموضوع مش سهل، إنه المشكلة بتروح بمنحة متصاعد، إنه المشكلة ربما، وهذا بأثر على النسيج الاجتماعي في الآخر، هذا بأثر على النسيج الاجتماعي، ومطلوب تكاتف عشان على الأقل نحاول نتصح. إحنا في حصار موجودين والبلد مخنوقة، بس في الآخر على الأقل بيكون تكاتف وبيكون وزارات لها دور واضح ومحدد في علاج هذه المشكلة. الست بتقول بروح أنا ب 300 شيكل في اليوم، كويس؟
وانا اجبرها تيجي على 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 شك الشؤون تاخذ 1800 شيكل كل 3 شهور، كيف بدها ترضى؟ اثناء الحديث مع بعض السيدات قالت لك ولا برضه لا بشؤون ولا غير بشؤون. مجموعة من الحقوق التي كفلها لهم القانون إن طبقت يمكن أن تحل المشكلة ولو جزئياً، أبسطها وأولها الحق في التعليم الذي من المفترض أنه تعليم إلزامي ومجاني. هناك يعني إلزام تعليمي في المرحلة الابتدائية بشكل كامل وكبير، وبالتالي عملية التسرب من المدرسة بيتم محاسبتها أو محاسبة الأسرة عليها. لا لا، مجانية التعليم هذه أكذوبة، أنا وجهة نظري هذه أكذوبة موجودة. مجانية التعليم أنه أنت الرسوم ما تدفعش، طب هو رايح مدرسة حكومية. هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح ومردود على حتى على مراكز حقوق الإنسان. أولا يعني التعليم في قطاع غزة والضفة الغربية مجاني، والرسوم فيه يعني خلينا نقول بسيطة جدا 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 جدا، تصل إلى حوالي أعتقد 70 شيكل في السنة. أنا لا أقصد مجانية التعليم أنك تروح على المدرسة ما تدفعش رسوم للمدرسة، في الآخر أنت مدرسة حكومية، هذا مش مدرسة خاصة، لكن فيها شغلات أساسية تترتب على أنه الطفل يروح على المدرسة بشكل تمام، أنه يطلع ماخذ معه مصروف في جيبته، لابس، رايح، مواصلات مؤمنة، هي التعليم المجاني. الأسرة الفقيرة المنضوية تحت برامج وزارة الشؤون الاجتماعية تأخذ منا إعفاء وتتقدم به لوزارة التربية والتعليم، وبتم النقاش في هذا الموضوع مع وزارة التربية والتعليم. التعليم مطلوب ملبس، مطلوب ربما تكون مدارس بعيدة عنه بده يروح مواصلات على المدرسة، مطلوب كتب دراسية تدفع، كله بدفع، يا بترجع، مطلوب حقيبة مدرسية. لا لا، موجود بعض المبالغ هو بتاخده انها رمزية، ولكن في بعض العائلات اللي داخلها ضعيف تعتبرها شيء كبير. أما إذا كان على أسرة غير منضوية للوزارة لبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية فهذه بالتأكيد هي يعني تخضع لقانون وزارة التربية والتعليم، وأنا لا يعني لن أتحدث باسمها. قابلت بعض الناس بحكي لي أنا وفر لي 500 شيكل بالشهر، وأنا نفسي ابني يتعلم، أنا نفسي ابني يروح زي الأطفال، يطلع على المدرسة ويروح على البيت. لا، الحديث عن أن هناك مشكلة، أنا أقول أنه ليست هناك مشكلة، حتى قطاع غزة بالذات يتميز بأنه التعليم يعني أكاد أنا أقول أنه هو مجاني. أنا جتني ست امبارح أنه ابنها ما راحش على المدرسة، أنه فيش عنده لا بوت ولا بنطلون ولا شنطة ولا مواصلات، والمدرسة بعيدة عليه. إذا كانت وزارة التربية والتعليم تقع عليها مسؤولية، فوزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل المسؤولية الأكبر بمساعدة أسرهم وحمايتهم من الوصول لخط الفقر. نحن نتحدث عن أنشطتنا يوميا نتحدث عن ذلك. هناك إدارة عامة اسمها الإدارة العامة للأسرة والطفولة، فقط متخصصين بالطفولة. انت انزل على الشارع، اي شارع، شوف عدد الاطفال، روح على السرايا، على رمزون السرايا، شوف قديش عدد اطفال موجودين. هو في ارقام، في ارقام في منطقه الرمال ومنطقه الجند المجهول. الرقم اللي متوفر في الحقيقه في هذه المنطقه وفي هذه المحافظه 80 متسوى. طبعا يمكن رقم شوي تستغرب فيه انت. المناطق الثانية فيش فيها مصاري، عشان هيك بظهرش فيها. بس قول انه في تسول، احنا بنقول عنه تسول موسمي. وقتيش بيكثر اكثر الناس؟ في رمضان. وانا بقول لك 90% منهم تسول، 90% تسول. ويعني لما بيجي بترجاك امانه خذ بس بشيكل بس كذا، بضل يجري وراك مسافه كبيره. وفي بنات كمان للاسف الشديد، انه ما اقتصرتش على الذكور، في بنات برضه، هذا البنات برضه كمان هذه مشكله اكبر. نحن لدينا في وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة حماية للأطفال، شبكة حماية أطفال ترعاها منظمة اليونيسيف. الآن هناك شبكة في غزة وهناك شبكة في خان يونس، وكل طفل نسمعها بأنه يتعرض لأذى جسدي أو أذى جنسي أو عنده أيضا مشاكل اقتصادية أو صحية، نحن الذين نصل إليه. لدينا بيت الأمان لاستيعاب الأسرة التي لديها أضرار اجتماعية، وهذه فكرة لم تطبق حتى يمكن على مستوى الشرق الأوسط. بيت أمل للأسرة، يوم يقع فيه الخلاف بينها وبين زوجها وتجوزها طردها هي وولادها، احنا مستوعبه، وقد اخذنا بعض الناس بالفعل نتيجة مشاكل وبعد هيك انحلت. تمام، لدينا مؤسسة الربيع لاستقبال من هم دون 18 سنة، بإمكانك الآن تروح
وتلاقيهم موجودين في 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 هذه الأماكن. في بعض الجهد من بعض المؤسسات وربما الحكومة، خلينا نقول مثلا شؤون الاجتماعية على الأقل شوية، بس فيش يعني هذا بده خطة واضحة، خطة استراتيجية تكون يجيبوا هذه الأسر يوعدوا معهم إيش الاحتياجات يحاولوا يحلوا هذه المشكلة. لو لميناهم وعندنا ما يثبت إن إحنا لمينا البعض منهم كويس واتحنا فرصة لهم وهم مش عاوزين، إيش نسوي فيهم؟ يعني على الأقل بده نوفروا، يعني مثلا خلينا نقول مثال الأسر اللي وضعها الاقتصادي صعب يشوفوا لها يعني مشروع اقتصادي ممكن تقيت حالة. هناك حالة كل وسائل الإعلام عملت عنها على أنها هذه صورة غزة وهو الشاب الموجود في الكتيبة، تمام؟ هذا الراجل هو الذي كلف بهذا الملف ورحنا على بيته وقعدنا مع أمه وعرفنا كل المشاكل الاجتماعية وقديش هم بيستفيدوا من وزارة الشؤون الاجتماعية وقدمنا لهم المساعدة وتواصلنا مع لجان الإصلاح لحل المشكلة الاجتماعية الداخلية في داخل البيت، وبعد أسبوع لقينا الولد رجع على نفس المكان. وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها أكدت أنها تقدم المساعدة لهم عبر أكثر من برنامج، أهمها تقديم المساعدة للأسر الفقيرة عبر ما يسمى بشك الشؤون. 80,000 أسرة مستفيدة يا سيدي من برنامج واحد فقط في داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، 80,000 أسرة بما يساوي 500,000، كلهم يتقاضون فلوس ومساعدات عينية ونقدية وبيأخذوا ما يعرف بشكل الشؤون. لا يمنع إنه الأطفال والأهالي يودوا أولادهم على الشوارع وعلى البحر كمان، روح على الميناء شوف كيف. أنا بقول لك في ازدياد. تعرف شكل الشؤون إيش شرطه؟ شكل الشؤون بمعنى من هو راتبه دخله أقل من 1450 شيكل هو اللي بيخضع لنا، بمعنى يعني بيكون عنده دخل 1450 شيكل وانت بتعطي. انا باعتقادي لا يكفي، متطلبات الحياه كبيره، وبعدين شكل الشؤون الاجتماعي كل 3 شهور واوقات بطول عليهم شويه. هذا خط الفقر اللي بنعتمده احنا، هذا معادله الفقر اللي احنا معتمدينه يا سيدي، من هو اقل من 1450 شيكل هو بيكون بيستطيع الاستفاده طبعا مع وجود عوامل اخرى مثلا زي المرض زي الاعاقه زي الاسره الممتده، يعني عددها 13 و14 نفر بتعطيها 1800 شيكل كل شهر كل 3 شهور، هذا لا يكفي يا رجل. هذا ال 1800 شيكل صار انه يعني زي بقول زياده على الكوم، صار انه كثير من الناس بيعتبروها. انت اليوم متطلبات الحياه وتشوف الاسعار كيف والوضع البلد وحصار اقتصادي والبلد مخنوقه، فبالتالي انا باعتقادي شكل الشؤون هذا لا يمنع. 33 مليون دولار يا راجل دفعه وزاره الشؤون لما تنزل على البنوك، 33 مليون دولار، 112 مليون شيكل. بعد هذا العرض السريع والمفصل حول هذه الازمه، ترى من يتحمل المسؤوليه؟ الجميع يتحمل المسؤولية، بدأها من رئيس الوزراء وانتهاء بأقل وزارة موجودة في قطاع غزة تتحمل هذه المسؤولية وهذه المشكلة. هذه مظاهر اجتماعية يجب على العائلة أن تلاحظها وتتابعها كويس؟ يجب على المجتمع المحلي أن يتابعها. أنا بعتقد المسؤولية مشتركة على الجميع، بالأول تبدأ من الحكومة ممثلة بالثلاث وزارات، أنا بعتقد أنه 3 وزارات مهمة، يعني كل وزارة لها دور في حل هذه المشكلة، سواء وزارة العمل من خلال الرقابة على ورش العمل والحدادة والأمور هذه والأعمال الشاقة للأطفال، وزارة الشؤون الاجتماعية المطلوب، وزارة الشؤون الاجتماعية مطلوب تكفل هذه الأسر، تهتم فيها وتعتني فيها عشان تحل على المشكلة. أنت لما تعطي هذا الطفل أنا بساعده إنه هو بيزيد من فرصته للحصول على المال، ليش ما أقول له تفضل روح على وزارة الشؤون الاجتماعية، تمام؟ أنت ليش ما أقول له روح على 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 التعليم؟ ليش ما أقول له لكن اليوم ما احنا بنعطيهم بنساعدهم. شغله ثانيه التعليم، برضه التعليم مساهم في هذه الجزئيه، والصحه ربما تشارك، هذه بدها خطه وطنيه، انا باعتقادي حتى لا تصل لظاهره بدها خطه وطنيه، الكل يشارك فيها، الكل يعد، الكل يعني يساهم، كل واحد بجزئيته يقدر يساعد في حل المشكله. المؤسسات الدوليه مطلوب منها مساهمه، المؤسسات الدوليه لازم تساهم في هذا الموضوع، المؤسسات المحليه لازم تشارك في هذا الحل، المشكله مطلوب تكاتف الجميع، الجميع يتحمل المسؤوليه. على أي حال وحتى لا نبقى في دائرة تقاذف المسؤوليات، علينا أن ندرك حجم الخطر الذي يعيشه أطفالنا، لذا لا بد من خطة وطنية يشارك فيها الجميع لنتجاوز الأزمة ونحمي أطفالنا. على الجميع أن يأخذ دوره، هذه مظاهر اجتماعية موجودة. أنا أعلم أن حالة التسول مثلا في أمريكا أو في إسرائيل حتى كويس بتكون بس بشكل أرقى من اللي موجود عندنا، بيبقى ماسك أداة موسيقى
وحاطط قدامه يعني بوكي ورد والناس بتحط فيه، وهذا الكلام شفناه في أكثر من دولة. كويس، في أمريكا نفس العملية، بيبدأ ماسك عود وكمان وفي الشارع وحاطط له هيك الشغلة، يعني بمعنى الصورة أرقى شوي. هناك في ظواهر زي هذه في كل دول العالم، حتى الراقي في منها. مطلوب اهتمام على أعلى المستويات، هذا مطلوب خطة، لازم الحكومة والوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية كلها دور في هذا الموضوع. أنا أشعر أن هناك كثير من المثقفين ووسائل الإعلام غير لديها، لا يوجد لديها معلومات في الحقيقة عن عمل وزاراتها ولا على المؤسسات الوطنية. طب وينها؟ طب ليش الأطفال بتزايد وبدال في خطط؟ مدام أنه في خطط موجودة، ليش إحنا بنلاحظ أنه في زيادة لعدد الأطفال الموجودين على الرمزونات وعلى في الشوارع؟ غزتنا الآن 1,900,000، يمكن أكثر كمان، 2,000,000، لما أنت تلاقي فيها 100 طفل على الأنها. طب هذه ظاهرة بتدلل على أنه المجتمع، لا المجتمع سليم قاعد. أنا معك، لو واحدة شؤون اجتماعية غير قادرة على حل هذه المشكلة، ولكن بمساهمة وبمساعدة جميع الوزارات، وأنا يعني بصراحة لازم الحكومة يكون لها تدخل واضح في هذا الموضوع، وأيضا بمساعدة من المؤسسات الدولية والمحلية. الكل يا رجائي يتحمل المسؤولية، الكل يتحمل المسؤولية، ما حدش معه في هذه المسؤولية، والكل سيحاسب على التقصير في هاي الفئة اللي هي الآن فئة ضعيفة وتحتاج المساعدة وتحتاج أنك تقف جنبها. أنت الآن بتأهل جيل، تبني مستقبل. يبقى التساؤل مفتوحا، إلى متى سيبقى أطفالنا محرومون من أبسط حقوقهم في المأوى والتعليم واللعب؟ طيب الله أوقاتكم.